للمزيد من التفاصيل مع ضيفنا عبر الخط الهاتفي زميل عبد الفتاح دولي المتخصص بشؤون الحركة الأسيرة. أهلا وسهلا بك. سلامات، صباح الخير لكم زميلتي، صباح الخير لأسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، لشعبنا الفلسطيني الذي يودع الشهداء في كل يوم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بك. بداية نذكر متابعينا الكرام بأن 50 أسيرا من أسرى الجبهة الشعبية خاضوا إضرابا عن الطعام رفضا لجريمة الاعتقال الإداري التعسفية. كيف يكون قرار تعليق الإضراب عن الطعام انتصارا للأسرى الإداريين؟ هل لك أن توضح لنا ذلك ليكون السياق مفهوما للمتابعين؟ نعم، يعني الأسرى الإداريين قرروا، وتحديدا جزء منهم 30 أسير، بداية قرروا أن يخوضوا إضراب مفتوح عن الطعام، عنوانه مختلف هذه المرة. صح العنوان العريض هو كان الحكم الإداري اللي أضربوا يعني بسببه عشرات الأسرى بشكل سردي، لكن المختلف في إضرابهم أنه كان الموضوع موضوع عام، نريد إسقاط الحكم الإداري. كنا نعلم أن يعني هذا الطلب، أو يعني هذا الطلب هو طلب شرعي بكل تأكيد، خاصة أن حكم الإداري جريمة وحكم جائر يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية، وأنه من الصعب أن تستجيب هذه إدارة السجون وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة لهكذا مطلب كبير في ظل استهدافها لكل التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة داخل الحركة الأسيرة، في ظل الهجوم والعدوان على شعبنا الفلسطيني. لكن الأسرى الإداريين كانوا منذ مدة طويلة قد أعلنوا مقاطعة المحاكم العسكرية الاحتلالية احتجاجا على حكم الإداري، وشهدنا بعد ذلك عديد من الإضرابات الفردية لعدد من الأسرى الإداريين أيضا، ومنهم من حقق وانتزع حريته بعد تحديد سقف الإداري. لكن ظلت هذه الجريمة مستمرة، وارتفع عدد المعتقلين الإداريين في الفترة الأخيرة وصاروا قرابة 800، وكانوا قبل ذلك يعني ما بين 400 و500، ارتفع العدد وظلت هذه السياسة موجودة. فقرر الأسرى أن يخوضوا خطوة مختلفة ومتقدمة، وهم يعلمون أنها كانت خطوة شاقة، المطالبة بوقف هذه الجريمة، بوقف هذه المحاكمة ووضع حد لها. هذا كان الأمر يعني هو مشروع كبير، لم يكن بحاجة فقط إلى تدخل وحراك من داخل الحركة الأسيرة، هو كان بحاجة إلى استراتيجية ومشروع كبير تم مناقشته في أكثر من مرة، لكن لم تأخذ أي خطوة فعلية ميدانية على الأرض لوقف هذا الموضوع، تحديدا في ظل الصمت الدولي وفي ظل عدم متابعة المؤسسات القانونية الدولية لهذه الجريمة، ما أعطى الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال بالمضي فيها. الآن نعم، هم أخذوا القرار بخوض هذه المعركة، 30 معتقل إداري، ومن ثم بعد 17 يوم أو 15 يوم انضم كمان 20، صاروا 50 لمدة 19 يوم. الآن يعني كان هناك تدخل من قبل اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، وهي اللجنة التي تشكلت في الفترات الأخيرة وقادت أكثر من خطوة سواء تكتيكية أو استراتيجية ضد إدارة سجون الاحتلال. يبدو أن هذه اللجنة الوطنية اللي هي مشكلة من كل الفصائل الوطنية تنبهت تماما إلى أن هذه المعركة معركة طويلة ولا تحتاج فقط إلى 30 أو 50 أسير لخوضها، وإنما تحتاج إلى منظومة كبيرة تشترك فيها الحركة الأسيرة مع كل قطاعات شعبنا ومؤسساتنا على الصعيد الشعبي والجماهيري والدولي والقانوني. لذلك تدخلت هذه اللجنة لصالح الأسرى المضربين وقالت نريد أن نتبنى هذه القضية كحركة أسيرة، وأن نبحث عن الوسائل ونمارس الوسائل والأساليب التي يمكن أن نشكل من خلالها ضغط على إدارة مصلحة السجون وحكومة الاحتلال للتعاطي مع المطالب الشرعية للمعتقلين الإداريين. ولذلك وافق قيادة الإضراب 50 أسير مضرب أنه يكون في هناك إدارة لهذا الموضوع من قبل الحركة الأسيرة بشكل عام، لأنه الحركة الأسيرة عادة ما تخوض خطواتها ضد الإدارة في القضايا التي تتعلق بالقضايا المعيشية للأسرى داخل السجون، أما قضية الإداري اعتدنا أنها تكون قضية مرتبطة في الإداريين فقط. الآن الحركة الأسيرة تتبنى هذه القضية، وبكل تأكيد ستبحث في الأيام القادمة عن الآليات والطرق التي تواجه فيها إدارة سجون الاحتلال. النصر في هذا الموضوع نعم، ربما نتساءل يعني كيف نقول نصرا وكان المطلب وقف الإداري والإداري مستمر. صحيح يعني النصر اللي بشكلوا الأسرى أنه نجحوا 30 وبعدين صاروا 50 أسير أنه يحولوا هذه القضية إلى قضية مركزية، أن تكون قضية الإداري قضية حاضرة، أن ينتبه شعبنا الفلسطيني
إلى معاناة 800 أسير، يعني 800 عائلة بيعانوا بشكل مستمر من هذه الجريمة اللي اسمها إداري، وأنه العالم والمؤسسات القانونية يعني ربما انتبهت قليلا هذه المرة أن هناك قضية يجب الانتباه لها. فهم نبهونا، إحنا أولا نبهوا شعبنا، نبهوا مؤسساتنا، نبهوا العالم، وتنبهت الحركة الأسيرة إلى هذه القضية. توقف الإضراب لكن خطوات الأسرى لم تتوقف. موضوع مقاطعة المحاكم الإسرائيلية العسكرية ما زال مستمر، وتصر الحركة الأسيرة من خلال المجموعة الأسرى الإداريين على مقاطعة هذه المحاكم، وهذه رسالة واضحة أننا نعترف بهذه المحكمة، هذه محكمة غير شرعية وفقط هي غطاء لشرعنة هذه الجريمة اللي اسمها إداري. ويأمل الأسرى أيضا من هذا الموضوع أن تتحول قضية المقاطعة، مقاطعة المحاكم، إلى مقاطعة شاملة كل الأسرى الفلسطينيين، وهذه قضية نوقشت على مدار عشرات السنين ولم تنفذ حتى اللحظة. لماذا لا نقاطع هذه المحاكم؟ هذه المحاكم يعني تنفذ أحكاما جائرة، وهي تشرع اعتقال الفلسطينيين، والأسرى الفلسطينيين هم أصلا أسرى سياسيين، أسرى حرب، لا يجب أن يخضعوا إلى هكذا محاكماتهم، ليسوا مجرمين، هم قاموا بعمل إنساني وطني لا يجب أن يحاكموا عليه، وبالتالي يريدون تسليط الضوء على المحاكم، على هذه المحاكم وعدم شرعيتها، وأنها جزء من المنظومة الاحتلالية التي ترتكب الجرائم. ولذلك نحن ننتظر الآن ما هي الخطوات التي ستقوم بها الحركة الأسيرة بشكل عام بما يتعلق بقضية الإداري، والقادم هو فقط يعني مقاطعة المحاكم العسكرية إلى جانب دراسة ما يمكن القيام به. والآن في الخارج المطلوب أن نعود لتفعيل هذه القضية أكثر، لطالما ناقشناها على طاولات الحوار لكن لم تتحول كما كان هناك توصيات بأن يكون هناك لجان تقوم بنقاش هذا الأمر لإعداد مشروع وبرنامج وخطة سياسية محكمة متكاملة متراكمة يشترك فيها الكل الوطني والفصائلي على الصعيد الفلسطيني وعلى الصعيد الدولي والقانوني لمواجهة هذه الجريمة. نعم، يعني أيضا من المقرر أن يعقد اجتماع لممثلي الأسرى والمخابرات بعد غد الثلاثاء، هل سيعقد لبحث مطالب الأسرى الإداريين أم لبحث آلية تنفيذ مطالبهم؟ نعم، هذه واحدة أيضا من نتائج تدخل اللجنة الوطنية العليا. هي عندما تدخلت اللجنة الوطنية العليا لم تتدخل من فراغ، يعني إدارة مصلحة السجون صحيح أنها لم تتفاعل بشكل جدي مع المضربين وقضية الإضراب، لكن موضوع الإضراب يشكل حالة ضغط بلا شك على إدارة مصلحة السجون وحكومة الاحتلال. حتى لو أظهرت إدارة السجون عدم اكتراثها بالإضراب، لكن هي بكل تأكيد مكترثة، لأن الإضراب يشكل حالة ضغط على إدارة مصلحة السجون. 30 أسير أو 50 أسير مضرب ربما كان سيرتفع العدد، هذا يعلن حالة طوارئ داخل السجون. لذلك هم كانوا أيضا بحاجة إلى تدخل من الحركة الأسيرة، وعندما كان يعني قبلت إدارة السجون أن تتحدث مع اللجنة الوطنية العليا بشأن المعتقلين الإداري، هذا جزء من الإنجاز أيضا، يعني نجح المضربين بتشكيل حالة ضغط دفعت الإدارة لتطلب حوارا. الآن الذي يقود الحوار بدل أن يكون فقط من قبل المجموعة المضربة، الحوار الآن صار مع قيادة الحركة الوطنية الأسيرة، ولذلك هناك يعني عديد من النقاط المتعلقة في قضية الإداري بلا شك ستطرحها جلسة الحوار على الطاولة، وأبرزها يجب وقف، يعني هم سيتحدثون عن وقف هذا الاعتقال الإداري لأنه غير قانوني، وربما سيكون هناك العديد من النقاط الأخرى التي يمكن الحرب فيها، على الأقل مثلا تحديد سقف لهذا الحكم الإداري وإيجاد حلول تصب في مصلحة الحكم الإداري. ربما يعني الحركة الأسيرة سيكون حوار وستناقش كافة القضايا التي من شأنها أن تشكل حلولا لقضية الإداري. المهم أن إدارة السجون ستجلس مع هذه اللجنة، اللجنة الوطنية العليا، للحديث بقضية الإداري كما تم الاتفاق عليه مع اللجنة القيادية العليا، أنه بعد إن تم وقف في حال نحن جاهزون لإجراء حوار إن توقف الإضراب يتعلق بموضوع الإداري. نعم، يعني بتقديركم ما هي المطالب الأكثر أولوية بالنسبة للإداريين، وفي حال إنجازها تحدث فرقا في مسألة الاعتقال الإداري بشكل عام، تحديد السقف أم ماذا؟ يعني بشكل موضوعي ربما سيكون من الصعب أن تنجح الحركة الأسيرة من دون خطوات واستراتيجية شاملة لوقف الإداري.
ربما ستستطيع أن تتوصل إلى حلول في قضية نعم تحديد السقف، عدم التمديد أكثر من مرة، من أنهى مدة التمديد، من أنهى يعني فترة اعتقاله الإداري، أن لا يكون هناك تجديد إضافي على هذا الحكم. إن وصلوا لهذا الموضوع سيكون إنجاز كبير، أن لا يتم تمديد أي حكم إداري لأسير قد أنهى فترة حكمه. ربما هذا المطلب الأهم الذي يمكن أن يشكل فارقاً إن نجحت الحركة الأسيرة في الوصول إليه. نعم، يعني بعد الإضرابات الفردية الأخيرة للأسرى الإداريين خليل عواودي وهشام أبو هواش، بدأ واضحاً تماماً التعنت الإسرائيلي تجاه مطالب الإداريين، وفي الإضراب الجماعي الأخير عمد الاحتلال على تفكيك الإضراب. الآن كيف تبدو الصورة لديك؟ يعني الحركة الأسيرة كان واضح، وتحديداً اليوم كيف تتعامل مع خليل عواودة. كل الأسرى اللي أضربوا إداريين بشكل أو بآخر كلهم نجحوا في انتزاع حريتهم، سواء بشكل سريع أو سواء بانتزاع سقف زمني محدد لهذا الحكم. ولذلك الإدارة، إدارة السجون، تتعامل أنها يعني أخفقت مع كل الأسرى الذين أضربوا في قضية الإداري، حتى ممن وصلوا لفترات طويلة. الإدارة كانت في بداية الأيام تقول للأسرى لن نستجيب لكم، لن نتعامل معكم، لن نتحاور مع أي أسير، وسنفشل هذا الإضراب. ففشلت الإدارة في وقف كل هذه الإضرابات الفردية، وتمكن كل الأسرى دون استثناء من انتزاع حريتهم. كما قلت، منهم من انتزع حرية عاجلة، ومنهم من نجح في تحديد سقف الإداري. لذلك إدارة السجون صارت تشعر أن الإضراب الإداري بات يشكل حالة نجاح، ويشكل حالة انتساب جماهيري وحالة حراك شعبي. فهي أرادت يعني أن تواجه هذا الموضوع بشكل يظهر أنها لم تنهزم أمام أي من الأسرى. فارتفع عدد الأسرى الإداريين، وزاد عدد تمديد مرات الحكم للأسرى. هي دائما تريد أن تحول نصر الأسرى إلى هزيمة، ولا تريد أن تظهر في ثوب المهزوم. لذلك الحركة الأسيرة قرروا أن يكون الإضراب بشكل جماعي حتى يشكلوا ضغطا أكبر. لكن لا، يعني رغم أنه إحنا الإضرابات الفردية منهكة وشاقة، ولا نتمنى أن تكون، يعني كان من الأفضل أن تكون الخطوات دائما جماعية، لكن القرار كل أسير يدخل في هكذا إضراب نحن سنكون معه، لأنه مطلبه حق. وبالتالي الآن الخطوة عندما كانت جماعية اهتممنا بها أكثر، وصار الموضوع يعني يشكل حالة جماعية وموقف جماعي يحتاج إلى حراك جماعي. إدارة السجون دائما يعني ستشدد أكثر حتى لا تظهر مهزومة، لكن الحركة الأسيرة تتنبه لهذا الموضوع، وستشكل حالة من الضغط من خلال الحوار الآن، ومن خلال التلويح للحركة الأسيرة الكثير من القضايا التي يمكن أن تلوح بها. موضوع مقاطعة المحاكم ليس أمرا بسيطا، هذا أمر مهم لطالما كنا ننادي به. ولذلك هو عدم شرعنة الحكم أصلا. اليوم الإداريين يرفضوا أن تشرع المحكمة هذا الحكم الغير قانوني، وربما يكون لديهم خطوات أخرى تشكل حالة ضغط. هذا يعني سيتبين أكثر بعد جلسة الحوار، وكيف تتعامل إدارة السجون في قضية الإداري، حتى عندما تقدم أي تنازل ما الإدارة في هذا الموضوع تحاول أن تقدمه في إطار ليس نصرا، لكن في الآخر يعني إحنا عارفين أنه تم تحقيقه بسبب الضغط وبسبب الحراك وبسبب الخطوات اللي بيقوموا فيها الأسرى داخل السجون. نعم، شكرا لك زميلي الصحفي عبد الفتاح حدولي المتخصص بشؤون الحركة الأسيرة على هذه التفاصيل. شكرا لك.